استاذ اوس، هذا المشروع ايش قد انصرف عليه؟ والله استاذ محمد يعني ما اعرف اكثر اللي عدوا التقارير عن هذا المحجر كانوا يتوقعون ارقام يعني كبيره ايضا يعني اي بطريقه بالتعامل او بالصرف يعني لو كانت عن طريق تحالات حكومية راح تكون ارقام مهوله، لكن ما يعني ما لا يخفى عليكم انه ما راح يتجاوز او للان ما تجاوز هو 7000 دولار على الرغم مستحيل من انه 7000 دولار لحد الان ما تجاوز 7000 دولار، يعني خلينا نقول 8 ملايين بالعراقي، قد تصل 8 ملايين بالعراقي مع كلفه الفرحه الاحتفال يوم الافتتاح ان شاء الله. طبعا حتى من يمي ياخذ 10000؟ من يمي انا اقول لك سوي 10000. الله يبارك فيك ان شاء الله. يعني اذا صدق هيك يعني ب 10000 اذا هيك ب 8000 دولار سويتوا محجر صحي ويسع هالقد مرضى واناره وصحيات وفراش ب 8000 دولار؟